بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس المؤتمر، السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في بداية هذه الكلمة أن أعرب عن بالغ الامتنان والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما حبتنا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأن أتوجه بخالص الشكر لهيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية على ما بذلته من جهود من أجل توفير كل أسباب النجاح لمؤتمرنا هذا. أيها السادة والسيدات، عضوية تونس بالاتحاد الدولي للاتصالات تمتد إلى ما يزيد عن 6 عقود عملت خلالها على خدمة أهداف الاتحاد، ولم تدخر جهدا للمشاركة والمساهمة الفعالة في جميع المؤتمرات والتظاهرات العالمية منها والإقليمية، كما كان لنا في هذا الإطار شرف استضافة عدد منها، وخاصة المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس 2005، والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في الحمامات 2016، والندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات في الحمامات 2017. وإيمانا منا بالدور الريادي والهام الذي تضطلع به منظمتنا العتيدة، تجدد تونس التزامها بمضاعفة الجهد خلال السنوات الأربع القادمة للإسهام في دعم عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه الرامية إلى النهوض بقطاع الاتصالات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع معلومات شامل للجميع. وما ترشح بلادنا لعضوية مجلس الاتحاد إلا تأكيد متجدد لحرص بلادنا وعزمها على الاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة هذه الأهداف والتوجهات، وتماهيا مع أهداف الاتحاد الدولي للاتصالات وانسجاما مع دورها وجهودها في هذا الإطار، ضاعفت تونس على الصعيد الوطني من جهودها لتطوير قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي من خلال قطع خطوات متقدمة على درب تحقيق استراتيجيتها الوطنية تونس الرقمية 2020، التي تركزت على جملة من المحاور، من أهمها الحد من الفجوة الرقمية عبر نفاذ أفضل للمعلومة والمعرفة وتعميم الاستفادة من الساعة العالية جداً، نشر الثقافة الرقمية عبر تعميم استعمالات التكنولوجيا المعلومات والاتصال في المسارات التعليمية ورقمنة محتوياتها البيداغوجية، التوجه نحو إدارة إلكترونية وخلق فرص عمل في المجال الرقمي عبر تشجيع بعث المؤسسات الناشئة والتحفيز على الخلق والابتكار والتجديد في هذا المجال. وقد تمكنت تونس في السنوات القليلة الماضية في إطار هذه الاستراتيجية من تحقيق تطور لافت في مجال البنية التحتية الرقمية، وذلك خاصة من خلال منح تراخيص في خدمات الاتصالات من الجيل الرابع منذ 3 سنوات، إسناد إجازات لإقامة واستغلال شبكات نفاذ لتوفير خدمات الإنترنت الأشياء، الشروع منذ سنة في تغطية 94 منطقة بيضاء بشبكات الاتصال ذات التدفق العالي لتوفير الخدمات الأساسية للاتصالات والأنترنت، وضع إطار محفز لبعث الشركات الناشئة التي تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة، وذلك لجعل تونس وجهة إقليمية للمؤسسات الناشئة. وفي سياق الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، شرعت بلادنا تونس في موائمة استراتيجيتها الوطنية في اتجاه استيعاب التطورات الحديثة من خلال إحداث فرق عمل من المختصين في مجالات منها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية البلوكتشين وغيرها، وذلك لبحث سبل إدماجها ضمن منوالنا التنموي الوطني الشامل. وإننا على ثقة من قدرة اتحادنا العتيد تحت الإدارة الحكيمة لمعالي الأمين العام هولينزهاو على دعم جهود الدول الأعضاء في توفير
مستلزمات التنمية الرقمية ومواكبتها لآخر التطورات في هذا المجال خدمة لأهداف التنمية الشاملة والعادلة. ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة المتحدة وقيادتها الرشيدة على كرم الضيافة وحسن الوفادة، متمنيا أن تكلل أشغال مؤتمرنا بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.